للظهير الايسر في الدقائق هذه، في سبع دقائق هذه، ثم محاوله الانطلاقه داخل منطقه العمليات، داخل منطقه العمليات. ماذا يقول الحاكم؟ يقول ضربه جزاء. بوكوا سيعلن في الدقيقه الثامنه عن ركله جزاء لفريق اتحاد عنابه. هاي الانطلاقه توغل بقوه، فيه دوري، فيه خطا، سنتابع الهدف الاول، والهدف الاول لفريق اتحاد عنابه. يوقع الهدف الاول اتحاد عنابه، وفرحه كبيره للاعب الغماري توفيق، هو الذي وقع الهدف الاول من ركله جزاء في الدقيقه الثامنه لما اعلن عنها. هذا الخطا، خطا الهدف الثاني، خطا من الدفاع، يستغل مره اخرى من الغماري ويوقع الهدف الثاني. سنشاهد ابعاد سيء من بوحكاك وارضيه الميدان، وخطا مهاري هنا للاعب مكن المهاجم بكل اخذ ورد حذاري من الاصابات، الاحتكاك فوق ارضيه ميدان صعبه مثل هذه، ثم الانطلاقه داخل منطقه العمل للحكم. ممتازه تقليص الفارق، ممتازه من دراوش، يتمكن من تقليص الفارق بلقطة رائعة، يتمكن من مباغة الحارس بن مالك. هذا ما لاحظناه منذ البداية، انطلاق التمريرة، هنا التمريرة ما كانش فيه خطأ، اللاعب كان بكل روعة، بكل دقة متناهية هنا، رفع راسه، شاف الحارس. أمام العودة القوية لفريق مور سفيان، كورتو الهدف الثالث، خطأ في إبعاد الكرة، والهدف الثالث ربما دفع فريق أهلي برج بوعريري على حارسه فوزي شوشي. أجواء كبيرة لاتحاد عنابة.